بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اهلا وسهلا بحضراتكم يا دكاتره، وفي البدايه اتمنى لكم يا رب انها تكون بدايه سعيده وموفقه ورحله كلها نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. باذن الله معكم دكتور احمد عثمان، محاضر ماده الهيستولوجي. هنكون مع بعض ان شاء الله في شرح ماده الهيستولوجي، وده رقمي لو حد احتاج اي حاجه في اي وقت انا تحت امره. طيب في البدايه كده تعالى نبدأ نعمل انترودكشن كده او مقدمة بسيطة. احنا كنا طبعا عملنا اورينتيشن، لو حابب ممكن ترجع له هيفيدك جدا. الاول هو يعني ايه كلمة هيستولوجي؟ اي كلمة لو انت عايز تفهمها قسمها، يعني مثلا كلمة هيستولوجي دي لو انا عايز افهمها هقسمها، كلمة اولوجي ده هي معناها علم، طيب وهيستو معناها أنسجة أو خلايا، إذن هيستولوجي ده هو علم الخلايا، إذن هو ساينس ديل ويز مايكروسكوبيك ستراكشر أوف ذا سيل، هو العلم الذي يتعامل مع التراكيب الميكروسكوبية، تراكيب ميكروسكوبية. كلمة مايكروسكوبيك ستراكشر يعني حاجات لا ترى بالعين المجردة، يعني ترى بالميكروسكوب. إذن الهيستولوجي ده عشان أدرسه محتاج ميكروسكوب عشان أتعامل مع الخلايا، لأن الخلايا دي حاجات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. إذا الهيستولوجي هو علم الذي يهتم بدراسة التراكيب الميكروسكوبية التي لا ترى بالعين المجردة للخلايا. طيب يعني إيه خلية؟ والله الخلايا دي احنا عارفينها من زمان، من ايام ثانوي، هي الوحدة البنائية والوظيفية للكائن الحي، the smallest structure and functional unit of the body. طيب يعني ايه الوحده الوظيفيه والوحده البنائيه؟ قال لك كلمه وحده وظيفيه ووحده بنائيه، يعني هي كلمه وحده بنائيه يعني اصغر جزء بيكون ممكن يكون الجهاز، تمام، او يكون الجسم. الجسم ده لو انت جيت فككته مش هتعرف تفككه لحاجه اصغر من الخليه. يعني احنا لو جينا فككنا الجسم كده واحده 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 كده هنيجي عند الخلايا ونقف، مش هنعرف نفككه اكتر من كده. اذا هي دي الوحده البنائيه. طيب لو جينا نشوف الحاجات اللي بتقوم بوظيفه الكائن الحي، هنيجي برضو نفصص الكائن الحي ونشوف، والله هو عنده جهاز بيعمل وظيفه معينه، الجهاز ده متكون من اعضاء، الاعضاء دي متكونه من انسجه، الانسجه دي متكونه من خلايا. طبعا في حاجه اصغر من الخلايا؟ لا، اذا مفيش حاجه تقدر تقوم بوظيفه اصغر من الخلايا، وهي دي معنى كلمه الوحده البنائيه والوظيفيه للكائن الحي. يبقى تاني عرفنا هيستولوجي معناها علم دراسة الخلايا، العلم الذي يهتم بدراسة الخلايا. طب هدرس خلايا ازاي؟ من خلال الميكروسكوبيك ستراكشر، التراكيب الميكروسكوبية لانها لا ترى بالعين المجردة، وقلنا الخلية هي السمولست ستراكشر اند فانكشن يونت اوف ذا بودي، الوحدة الوظيفية والبنائية للكائن الحي. قال لك طيب الخلايا دي لما بتجمع مع بعضها بتكون حاجة اسمها نسيج او تيشو. التيشو يعني النسيج. قال لك التيشو ده عبارة عن ايه؟ التيشو ده عبارة عن تجمع من الخلايا، يبقى يونيتي اوف سيل، تجمع من الخلايا، بشرط، لازم بيكون في شرط متحقق في الخلايا دي. قال لك ان هم يكون لهم نفس التركيب والوظيفه، سيميلر ستراكشر اند فانكشن، لازم يكون لهم نفس التركيب والوظيفه علشان لما يتجمعوا مع بعض يبداوا يكونوا لي النسيج. يبقى لازم كلهم يكونوا على نفس الايه الشكل ونفس الوظيفه ونفس الايه الهيئه. طيب بعد كده التيشو دي الانسجه دي مع بعضها بتبدا تكون لي اورجان او عضو. قال لك العضو ده عباره عن ايه؟ عباره عن يونيتي اوف تيشو، تمام. طيب بس هل التيشو دي بتبقى نفس التيشو ولا تيشو مختلفه؟ قال لك هي مش شرط تبقى نفس التيشو، بيبقى في مور كومبلكس فانكشن اند ستراكشر، الانسجه دي فيها تراكيب معقده ووظائف معقده اكتر من العاديه، تمام. يعني مثلا الاورجان ده ممكن يكون فيه عضلات، وممكن يكون فيه اوعيه دمويه، وممكن يكون فيه جلد، وممكن يكون فيه انسجه ثانيه. فكل شايف الانسجه دي كلها، انواع الانسجه دي كلها موجوده في اورجان واحد او عضو واحد. اذا العضو هو تجمع من عدد الانسجه، عدد من الانسجه، ولكن لا يشترط ان يكون لهم نفس الوظيفه او التركيب، ممكن يختلف عادي في الوظيفه والتركيب. والسيستم اخر حاجه اللي هو الجهاز ده بيتكون من مجموعه من الاعضاء بيبقى لهم نفس الفانكشن، نفس الوظيفه، زي مثلا الجهاز الهضمي هو وظيفته ايه؟ وظيفته الهضم. اذا اي حاجه في الجهاز الهضمي وظيفتها الهضم. طيب اي حاجه في الجهاز التنفسي وظيفتها التنفس. وادي دياجرام اهو بسيط كده يوضح لك، ادي السل تبدا تتكون تتجمع مع بعضها وتكون تيشو، تمام، ادي عضله اهيت، بعد كده التيشو دي تكون اورجان، ادي القلب اهوت، بعد كده الاورجان ده يكون سيستم اللي هو الجهاز الدوري، وبعد كده يكون ليه الاورجانيزم اللي هو الكائن الحي. كلمه اورجانيزم يعني كائن حي. طيب
تعال نشوف بقى ايه ذا سيل، الخليه. الخليه دي قلنا خلاص هي عرفنا وسلمنا ان هي ذا سمولست ستراكشر اند فانكشن يونت اوف ذا بودي، هي اصغر وحده وظيفيه وبنائيه للكائن الحي. طيب انا لو عايز ادرس حد هوصفه او اعرف حد اوصفه، لما تقول اقول لك تعرف فلان تقول لي طب اوصفه لي عامل ازاي كده، اقول لك والله هو طويل، طب هو قصير، طب هو لونه ايه، طب وهكذا. تمام، فنيجي نوصف الخليه. قال لك والله السايز حجمها، قال لك والله الخلايا دي مختلفه في الحجم، في خلايا كبيره خلايا صغيره وهكذا. طب الشيب الشكل بتاعي، قال لك والله الشكل برضو مختلفه في الشكل، في منها بيبقى راوند مدور، في اوفر بيضاوي، في فلات مبطط كده، وفي بولو جلونال يعني مضلع كده. طيب طب الاستراكشر تركيبها ايه؟ قال لك والله تركيبها احنا كنا بنقول ان الخلايا بتتركب يا اما ايوكاريوتيك يا اما بروكاريوتيك، حقيقيات النواه او بدائيات النواه. الكلام ده كان في ثانوي في الايه في الدي ان ايه وهكذا. قال لك طيب احنا خلايا الكائن الحي بتاعتنا، الخلايا الانسان دي، احنا طبعا بندرس هيومن الهيستولوجي، الهيستولوجي بتاع الكائن الحي بتاع الانسان. تمام، طيب الانسان ده حقيقيات نواه ولا بدائيات نواه؟ اكيد طبعا حقيقيات نواه، فحقيقيات النواه بقول عليها ايو كاريوتيك. تمام، كلمه كاريوتيك دي يعني ايه؟ نواه او الصفات الوراثيه. تمام، فايو كاريوتيك يعني حقيقيات النواه. طيب حقيقيات النواه دي معناها خليه بتتكون من نيوكلاس وسيتوبلازم، نواه وسيتوبلازم، كلمه نيوكلاس اللي هي نواه، يبقى نيوكلاس وسيتوبلازم. اذا الاستراكشر بتاع السيل، الخلايا بتاعت الكائن بتاعت الانسان ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايوكاريوتيك. ايوكاريوتيك يعني حقيقيات النواه، يعني فيها نواه وسيتوبلازم، نيوكلاس وسيتوبلازم. طيب وظيفتها ايه؟ الخلايا دي بتعمل ايه؟ قال لك والله الخلايا دي على حسب المكان اللي هي فيه. مثلا خلايا في الجهاز التنفسي هتعمل ايه؟ هتعمل تنفس. تمام، هتبقى مسؤول عن الريسبيريشن اهو، يبقى دي خلايا في الجهاز التنفسي. طيب خلايا في غدد صماء، الغدد الصماء دي احنا عارفين انها بتفرز، فالخلايا دي هتبقى وظيفتها ايه؟ هتبقى وظيفتها افراز، سكريشن دي معناها افراز. طيب قال لك خلايا في الجهاز الهضمي، في الامعاء مثلا، والامعاء دي احنا عارفين انها اللي بتمتص الطعام، فاذا انا محتاج الخلايا دي تبقى تعمل وظيفه امتصاص ابزوربشن، يبقى ممكن سكريشن افراز، ريسبيريشن تنفس، ابزوربشن امتصاص، على حسب المكان اللي هي فيه. طيب احنا قلنا ان الخلايا بتاعتنا اسمها ايوكاريوتيك، تكونها ايوكاريوتيك يعني فيها سيتوبلازم وفيها نيوكلاس. هنبدا بايه؟ هنبدا بالسيتوبلازم. قال لك والله السيتوبلازم ده بيتكون من ثلاث حاجات. يبقى السيتوبلازم عندي بيتكون من ثلاث حاجات، حاجه اسمها سيتوسول، سيتوسول. تمام، اي حاجه فيها كلمه سيتو، كلمه سيتو دي معناها خليه. تمام، او خلوي الصفه بتاعت سايتو، يبقى سايتوسول ده حاجه، وسول دي معناها فلو. تمام، يبقى دي سايتوسول دي حاجات سائله، واورجانيلز عضيات، وانكلوجن مركبات غير ضروريه. الثلاث حاجات دول او السيتوبلازم ده انا التركيب بتاعه انا بحب اشبهه بالكوكتيل، عصير الكوكتيل، كوكتيل الفواكه. كوكتيل الفواكه ده بيتعمل ازاي؟ بنجيب ميه وبنجيب الفواكه نقطعها، وبنجيب بعد كده السكر، وممكن احيانا نستغنى عن السكر. طيب ايه التشبيه ده؟ هتعرف دلوقتي ايه علاقته. اول حاجه تعال نشوف السيتوسول، اسمه سيتوسول، سيتوسول. قال لك السيتوسول ده عباره عن ايه؟ عباره عن فلويد كومبوننت، كلمه كومبوننت يعني مكون، وفلويد يعني سائل، اذا دي مكونات سائله، يبقى السيتوسول ده مكون سائل في الصورة السائلة. طيب بيبقى بيتكون من ايه المركب السائل ده؟ قال لك والله المركب السائل ده بيتكون من ليبيد يعني دهون، بروتين، البروتينات، كربوهيدرات اللي هي السكريات، والار ان ايه الحمض الاميني، وايونات، ايونات صوديوم، ايونات بوتاسيوم، ايونات كالسيوم وهكذا. سولت، املاح، املاح كتيره بقى زي ملح ان اي سي ال والكلام ده كله، و او 2 اكسجين، و سي او 2، وكلمه ميتابولايتس. ميتابولايتس دي اللي هي ايه؟ اللي هي نواتج عمليه الايد، اللي هي المغذيات او الحاجات اللي نتجت من تكسير عمليات الايد. الخلايا بتعمل عمليات ايد طبعا، دايما عمليات تكسير وبناء، هدم وبناء، هدم وبناء، هي دي اللي بقول عليها ميتابولايتس. اذا السيتوسول ده عباره عن ايه؟ والله عباره عن فلويد كومبوننت، في ايه؟ في الثلاث حاجات اللي هي العاديه بتاعتنا، الليبيد والبروتين والكربوهيدرات. تمام؟ طيب وطبعا اي خليه فيها ماده وراثيه الار ان اي، وطبعا اي خليه بتتنفس فيها اكسجين وفيها ثاني اكسيد الكربون وفيها ايونات املاح وفيها ايونات وفيها سولت املاح وفيها ميتابولايتس مركبات ناتجه عن عمليه الايد.
ونرجع نقول ان هي سائله، سيتسود يعني سائله، يبقى دي هتشبهها بالميه بتاعت الكوكتيل اللي احنا لسه قايلين عليه، يبقى السيتوبلازم ده كوكتيل، كوكتيل فواكه. طيب اذا السيتوسول ده الميه، الماء بتاع الكوكتيل. طيب نيجي بقى الاورجانيل والانكلوجن، الاثنين نضربهم مع بعض كده ايه مقارنه. قال لك الاورجانيل ده معناها عضيات، عضيات دي تصغير عضو، معنى ذلك ان العضيات دي او الاورجانيلز دي عامله زي الاورجانز بتاعت الجسم بتقوم بوظيفه، والاورجانز دي لما تتجمع مع بعض مش بتكون السيستم، كذلك الاورجانيل دي لما تتجمع مع بعض تكون الايه الخليه او السيل بتاعتي. فقال لك الاورجانيل والانكلوجن، قال لك الاورجانيل دي لايف كومبوننت، مركبات حيه، مركبات حيه، لكن الانكلوجن دي نون لايف يعني غير حيه، مركبات غير حيه، مركبات لا تقوم باي نشاط يذكر. طيب بالله عليك انت دلوقتي الشخص الحي ولا الشخص اللي ميت هو اللي ليه ضروره وليه اهميه؟ اكيد الشخص الحي الفعال اللي بيأثر في الناس وبيأثر في اللي حواليه وبيأثر في المجتمع. اذا الاورجانيلز دي السنشن السيل ضروريه جدا في الخليه، الخليه بدونها تفقد وظيفه مهمه جدا، يبقى الاورجانيلز مهمه جدا في الخليه السنشن ان ذا سيل. طب الانكلوجن ده، الانكلوجن ده خلاص ملهاش قيمه، ده خلاص ميت، شخص ميت ملوش قيمه في الحياه ولا ليه هدف في الحياه، فماشي كده في الحياه ملوش اي لازمه. اذا نوت اسينشال ان سيل غير ضروريه في الخليه، الخليه بدونها او بيها لا فائده تذكر او لا جديده يعاد. تمام. طيب قال لك الشخص اللي بيبقى حي ده ونشط وبيتحرك وبيعمل وضروري في الحياه وليه تاثير في الحياه، اكيد ده شخص نشط، فمعنى ذلك ان الاورجانيل دي اكتيف ميتابولايت، اكتيف ميتابوليكالي، اكتيف ميتابوليكالي دي معناها نشطه، بتدخل عمليات اي بتكسر وتهدم وبتبني وعمال بتشتغل، نشطه ليها هدف ورساله في الحياه. طيب هي ليه نشطه كده؟ قال لك لانها بتقوم هاف فايتال فانكشن، فايتال فانكشن يعني وظائف حيويه، كلمه فايتال دي يعني حيوي، يعني وظائف ضروريه جدا لحياه الخليه، وظائف مرتبطه بحياه الخليه، بدونها حياه الخليه هتتاثر. وكمان هي بتبقى بريمننت يعني دائمه، يعني موجوده في الخليه بشكل دائم. اذا الاورجانيلز دي مركبات حيه ضروريه في الخليه، بتقوم بعمليات الايض او عمليات الميتابوليزم اللي هو اكتيف ميتابوليكالي، وبتقوم بادوار مهمه جدا ووظائف حيويه اللي هي الفايتال فانكشن، ودائمه في الخليه اللي هي بريمننت. طيب الانكلوجن قلنا انها نون لايفنج غير حيه، فبالتالي غير ضروريه في الخليه، وطبعا هي غير حيه فمالهاش اي تاثير في الحياه او في الخليه، فهي ان اكتيف ميتابوليك، ما بتقومش بتكسير وبناء ولا عمليات ايض. طيب امال هي بتيجي منين؟ قال لك والله هي بتيجي من الاكتيفيتي، من النشاط بتاع الاورجانيلز، الاورجانيلز لما بتعمل نشاط هي والمخلفات بتاعتها بتبقى الانكلوجن، يبقى انت متخيل الانكلوجن ملهاش قيمه لدرجه ايه؟ ان هي مجرد ناتج تفاعلات بتاعت ناس تانيه بتاعت الاورجانيلز، وبالتالي هي تيمبوراري مؤقته، والله في نشاط هيبقى في انكلوجن، مفيش نشاط مفيش انكلوجن. طيب نرجع للتشبيه بتاعنا الكوكتيل الفواكه، احنا خلاص عرفنا ان السيتسول ده هو الميه اللي انا بحطها بتاعت الايه بتاعت الكوكتيل. طيب فاضل لي فاكهه وفاضل لي سكر، الفاكهه دي هو بالله عليك هل في كوكتيل فواكه بدون فواكه؟ اذا الفواكه دي مركب اساسي في الكوكتيل، اذا الفواكه دي مركب لا يمكن الاستغناء عنه في الكوكتيل، اللي هو ايه اللي هو الاورجانيلز لا يمكن الاستغناء عنها، تقوم بوظيفه مهمه. اذا الاورجانيلز دي اللي هي الفاكهه. طيب امال الانكلوجن دي؟ والله الانكلوجن دي بقى ايه؟ الناس اللي هي بتحب المزاج كده، مثلا ايه؟ عايز يحط شويه سكر، طبعا انت ممكن ما تحطش سكر لان الفاكهه مسكره. عايز يحط مثلا حاجه يزين بيها الكوكتيل، عايز يحط عليه مثلا حاجه زياده وهكذا، بس حاجات غير ضروريه، تمام؟ زي السكر وهكذا. فبالتالي الانكلوجن دي اللي هي الايه؟ الاضافات. ودي بتكون غير ضروريه. اذا السيتوبلازم هو كوكتيل، اول ما تشوف السيتوبلازم افتكر كوكتيل، في ميه سيتوسول، في فاكهه اورجانيلز، في انكلوجن اللي هي الايه الاضافات، وعرفنا الفرق بينهم الحمد لله. طيب نبدا اول حاجه، احنا طبعا ايه السيتوسول ده ايه مش شغلنا دلوقتي، هنبدا بالاورجانيلز وبعدها الانكلوجن ان شاء الله. اول حاجه الاورجانيلز، السيتوبلازميك اورجانيلز. قال لك والله قلنا الاورجانيلز دي بتبقى لايف وبتبقى انترا سيلولار، كلمه انترا سيلولار دي معناها داخل الخليه،
انترا يعني داخل، وسيلولار اللي هو ايه خلوي، يبقى اذا داخل الخليه، مركبات داخل الخليه، عامله زي الاورجنز بتاعت البدن، وعامله زي الاعضاء بتاعت الجسم، بتقوم بوظيفه حيويه. كل ده احنا جايبينه من المقارنه فوق، ما قلناش حاجه. طيب قال لك والله الاورجانيز دي، انا طبعا لو انا عايز ادرس اي حاجه قلنا لازم نقسمها عشان تبقى الدنيا بسيطه معايا. فلو انا عايز ادرس الاورجانيز دي اقسمها، طب هقسمها على حسب ايه؟ قال لك والله زي كلاسفايد بيتقسموا اكوردنج تو، على حسب اكستنس اوف ليميتنج ميمبرين. اكستنس يعني وجود، على حسب وجود ليميتنج ميمبرين، ميمبرين او غشاء كده، الميمبرين ده اللي هو غشاء. يبقى هقسم الاورجانيز دي على حسب وجود غشاء، هل هي فيها غشاء او غلاف محوطها ولا ما فيهاش؟ قال لك والله لو هي في غشاء محوطها هيبقى سميها ميمبرينس، طيب لو ما فيش غشاء محوطها نون ميمبرينس. فالميمبرينس دي بيقول لك هو كفرد باي ميمبرين، حماده هلال خالص، هي ميمبرينس يعني ليها غشاء، اذا مغطاه بغشاء. طب النوت ميمبرينس، نوت كفرد باي ميمبرين، اهو ما فيهاش اي مشكله. طيب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يحط لنا ميمبرين ويحط لنا غشاء يحيط بالاورجانيلز دي؟ دلوقتي انت لو عندك شويه ميه، لو عندك ميه وعايز تحط الميه دي تقنها مثلا او تحطها في الثلاجه، بتحط الميه كده، بتجيب شويه ميه في ايدك وتقوم راميهم في الثلاجه، ولا بتحطهم في ازازه او كوبايه؟ لازم ازازه او كوبايه عشان تحفظ الميه دي، لان الميه دي لو سبتها هتضيع. كذلك برضو لما تبقى جايب هديه، الهديه دي انت بتديها كده للشخص بدون اي علبه هدايا او كده، ولا بتديها له بتلفها له لفه هدايا وبتحطها في علبه شيك وتديها له؟ اكيد بتحطها في علبه شيك وتديها له. وكذلك لما بتيجي تحط الميه في الثلاجه بتحطها في ازازه. فمعنى ذلك ان انت تعمل الممبرين ده علشان تحافظ على الحاجه اللي جوه. اذا ربنا سبحانه وتعالى حط لنا اورجانيز عليها ممبرين لان الاورجانيز دي فيها حاجه عايز احافظ عليها. طب ايه الحاجه اللي انا عايز احافظ عليها دي؟ انها فيها انزيمات، والانزيمات دي اكيد تقوم بدور مهم جدا ما اقدرش استغنى عنه. تمام، يبقى اذا الممبرينس بتبقى كفرد باي ممبرين، وليه متغطيه بغشاء؟ عشان فيها انزيم، فيها انزيمات. اذا وبالمثل ان النون ميمبرينز ده نوت كفرد باي ميمبرين، فبالتالي ايه نوت هاف انزيم، ما فيهاش انزيمات، فبالتالي مش مضطر ان انا اعملها ايه، مش مضطر ان انا اعمل لها ميمبرين. طيب اكزامبل، امثله، الامثله ما تشغلش بالك بيها، احنا هنتكلم عن كل مثال بالتفصيل ان شاء الله. تمام، وهقول لك كل مثال ده ايه وده ايه، ميمبرينس ونون ميمبرينس. تمام، هقراهم لك بس انت ما تشغلش بالك بيه. بلازما ميمبرين، غشاء، ميتوكوندريا، اندوبلازم، ريتيكولم، جولجي، كبر دماغك منهم، هندرسهم بالتفصيل اهو. اول حاجه معانا هندرس الممبرينس اورجانيز، هنمسك دول كلهم وندرسهم بالتفصيل، والنم ممبرينس هنمسك دول كلهم وندرسهم بالتفصيل اهو. اول حاجه، حاجه اسمها ميتوكوندريا، اهي من هنا اهي، عشان ما تقولش ان احنا بننسى حاجه، لا احنا لما بقول لك سيب حاجه انا عارف ان هي هنسيبها دلوقتي لانها سبق لوانها او مش هتفيدك. اول حاجه ميتوكوندريا، وكنا درسناها قبل كده في ثانوي، في الثانوي في الاحياء، اسمها الميتو ميتوكوندريا. قال لك الميتوكوندريا دي او الميتوكوندريا دي تعريفها ايه؟ قال لك والله بص، الاول قبل ما نتكلم عن اي حاجه تعال نثبت حاجات مهمه احنا لازم نعملها. قال لك اي اورجانيلز هتتكلم لي عنه تغطي لي فيه شويه حاجات، ايه الحاجات اللي انت تغطي لي فيه؟ والله بص لما تيجي تتكلم هتغطي لي شويه حاجات، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نغطيها؟ قال لك اول حاجه ادي اورجانيل اهو، اللي هو الايه العضي اللي احنا هنتكلم عنه. اول حاجه ديفينيشن، هو مش اساسي بس ايه مهم في ايه، في اول شابتر. الديفينيشن، الديفينيشن ده اللي هو التعريف، تقول لي والله التعريف، واهم حاجه في التعريف تقول لي هو ميمبرينس يعني ليه غشاء ولا نان ميمبرينس. تمام، تقول لي هو ميمبرينس ولا ميمبرينس وبيعمل ايه. طيب تاني حاجه بعد الديفينيشن، والله بس هي مش اساسيه، السايت، الموقع بتاعه بيبقى موجود فين، في خلايا ايه. تالت حاجه من هنا الاساسي بقى، حاجه اسمها ال ام وحاجه اسمها اي ام. قبل ما نكمل تعال نعرف يعني ايه ال ام والاي ام ده. قال لك والله احنا قلنا ان احنا عشان نتعامل مع الخلايا لازم بنتعامل مع الميكروسكوبيك ستراكشر، وقلت لك ان الخلايا دي لا ترى بالعين المجرده فمحتاج ميكروسكوب.
فبالتالي انا محتاج ميكروسكوب. طب الميكروسكوبات دي انواع، في ميكروسكوب اللي هو العادي اللي بقول عليه اللايت ميكروسكوب اللي بيعتمد على الضوء في الرؤية، تمام، بجيب الخلية او الشريحة بتاعتي وبحط فيها الخلية واحطها هنا كده مكان الازا دي وسلط عليها ضوء معين هيخلينا نشوف الاشعة او المحتوى بتاعت الخلية ده. قوة تكبيره بتصل ل 1500 مرة، وبقول عليه ال ام، اختصار ال ال دي اختصار لكلمة لايت والام اختصار لكلمة مايكروسكوب، فالميكروسكوب ده بقول عليه ال ام، هو الميكروسكوب العادي اللي هتلاقيه في اي معمل تحاليل. طيب وده بيعتمد على الضوء. في ميكروسكوب تاني قال لك احنا دلوقتي احنا 1500 مره تكبير بس مش حاجه قويه، يعني مش هقدر اشوف تفاصيل الخليه من جوه عامله ازاي، فقال لك طيب اخترعنا حاجه تانية اسمها الكترون مايكروسكوب. الكترون مايكروسكوب اللي هو بيقول عليه اي ام، الاي اختصار للالكترون والمايكروسكوب اختصار للام، ومن اسمه الكترون مايكروسكوب يعني بيعتمد على الالكترونات، حركه الالكترونات. قال لك طيب، طب ده حلو يعني، قال لك ده بيصل تكبيره لقوه مليون مره. مليون مره ده يعني هشوف الخليه بالتفاصيل، تمام، وده بيبقى شكله. ده طبعا مش متوفر في اي حته، يعني عدد الاجهزه الالكترومايكروسكوب في مصر ممكن تتعدى على اصابع اليد، لانه ايه بتاع ابحاث مش بتاع تحاليل ولا كلام، ده بتاع ابحاث وبيستعملوا فيه الابحاث علشان الناس اللي بتدرس البيولوجي والهيستولوجي والحاجات دي، التركيب بتاع الخليه تبدا تتعامل بالالكترومايكروسكوب ده. لكن اللايت مايكروسكوب ده اللي هتلاقيه موجود مع عندك في معمل كليتك، عندك في هتشوف السكاشن وهتشوفه في اي حته في اي معمل تحليل، تمام. طيب قال لك خلينا بقى في الايه، احنا عرفنا ان كده في الكترون مايكروسكوب وفي لايت مايكروسكوب. خلينا في اللايت مايكروسكوب ده، قال لك انا قلت لك ان احنا بناخد الخليه ونحطها على شريحه، تمام، ونحط ونسلط عليها الضوء. طيب هل الموضوع بالبساطه دي؟ قال لك لا، الخليه دي لازم تتحضر الاول، اللي بقول عليها الشريحه دي لازم احضرها الاول قبل ما احطها تحت الميكروسكوب. ازاي؟ قال لك والله هسبغها، لازم اسبغ الخليه دي، احط عليها صبغه. فقال لك انا عندي صبغات كثيره جدا في الهيستولوجي، اشهرهم اشهر صبغه في الهيستولوجي على الاطلاق والسيتولوجي، السيتولوجي ده اللي هو علم الخلايا، تمام، اشهر صبغه في الهيستولوجي عموما هي حاجه اسمها هيماتوكسولين اند يوسين، اللي بقول عليها الاتش اند اي، هيماتوكسولين اند يوسين. هيماتوكسولين الاتش دي اختصار لحاجه اسمها هيماتوكسولين، والاي اختصار لحاجه اسمها ايوسين. هيماتوكسولين اسمها هيماتوكسولين، واحد اسمه ابراهيم فبدلعه بقول له هيما، تمام، هيماتوكسولين. وصبغه ثانيه اسمها ايوسين، ودي بتبدا بحرف الاتش فهي والاي اهي. طيب قال لك احنا المركبات بتاعت اي مركب، اي مركب في الدنيا ممكن يبقى له احتمال من ثلاثه، يا اما حامضي يا اما قاعدي يا اما متعادل، ودي مش قصتنا. المهم ان احنا ممكن نقول عليهم يا اما حامضي يا اما قاعدي، تمام. طيب قال لك المركبات مش هتطلع بره الحاجتين دول، يا حامضيه يا قاعديه. قال لك طيب انا هروح اخترع صبغه، الصبغه دي عباره عن حاجتين، جزء حامضي وجزء قاعدي، تمام. فالهيماتوكسينين ده نوعه قاعدي بيزك، واحنا عارفين ان البيزك طبعا دايما بلو، بي مع بي، بيزك بيزك بلو بلو، الاثنين بيبداوا بحرف البي. اذا الهيماتوكسين دي صبغه قاعديه بتصبغ باللون الازرق بلو. طب الايوسين، قال لك والله الايوسين عكسها، الايوسين دي صبغه حامضيه، حامضيه فبالتالي بتتصبغ باللون الاحمر الاسيديك، بيتصبغ بريد، تمام. طيب قال لك طب هيصبغوا ايه بقى؟ بص احنا عندنا مثل كده بيقول لك ايه، بضدها تعرف الاشياء، يعني حاجه بتتعرف بعكسها. لو انت عايز تعرف الخير بص على الشر، لو انت عايز تعرف الحلو بص على الوحش، لو انت عايز تعرف الحاجه البيضاء بص على الحاجه السوداء، فبضدها تعرف الاشياء. وفي مثال تاني بيقول لك مبروم على مبروم ما يرلش. طب يعني ايه الامثله اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي؟ قال لك بص الهيماتوكسين ده احنا قلنا الصبغه ايه؟ قاعديه. طب لما تيجي تتفاعل، تتفاعل مع مين؟ بالمنطق كده احنا عارفين يعني اي حاجه يقول لك ايه، الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه تتجاذب في الاقطاب المغناطيس، وان الحمض بيتفاعل مع قاده ويدي ملح وميه، فالحاجه لازم تتفاعل مع الحاجه اللي عكسها، الحمض يتفاعل مع قاده وقاده تتفاعل مع حمض، وهو ده اللي كنت بقول لك بضدها هتعرف الاشياء. انت عايز تعرف حاجه حامضيه حط لها حاجه قاعديه، عايز تعرف حاجه قاعديه حط لها حاجه حامضيه، ومبروم على مبروم ما يدلش، يعني ما فيش حاجه حامضيه تسبق حاجه حامضيه، وما فيش حاجه قاعديه تسبق حاجه قاعديه، لا لازم العكس،
اذا الهيماتوكسيلين الصبغه القاعديه ديت تصبغ ايه؟ تصبغ الاسيد ستراكشر، المركبات الحامضيه. اذا الهيماتوكسيلين دي صبغه قاعديه تصبغ مين؟ تصبغ المركبات الحامضيه. اذا لما اجي اقول لك ان في صبغه اتصبغت بالهيماتوكسيلين، اعرف جزء اتصبغ بالهيماتوكسيلين، اعرف ان الجزء ده كان اصله حامضي. وطبعا الصبغه ده هتظهر باللون الايه؟ باللون الازرق اهو. فبقول عليها حاجه اسمها بيزو فيليك. كلمه بيزو دي يعني قاعده، وكلمه فيليك ده معناها محب، وعكسها كلمه فوبك، حتى جاي منها كاره، حتى جاي منها كلمه فوبيا، يقول لك انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، بخاف منهم ما بحبهمش، تمام. فكلمه بيزوفيليك يعني محب للقاعده. اذا اللي بيحب القاعده الحمض هو اللي بينجذب للقاعده. يبقى لما توكسيلين دي صبغه قاعديه لونها ازرق بتصبغ المركبات الحامضيه بتبقى اسمها بيزوفيليك. طيب الايوسين دي، قال لك والله قلنا انها حامضيه بتبقى لونها احمر، هتصبغ مين؟ خلاص العكس، بيزك استراكشر. خد بالك دي اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي اللي بيتبنى عليها الموضوع كله، تمام. بتصبغ المركبات القاعديه فتبقى حاجه اسمها اسيدوفيليك. اسيدو يعني حمض، وفيليك ايه اللي هو ايه؟ المحب. او بقول عليها، ممكن اقول عليها ايزينوفيليك. ايزينو برضو ايه؟ يعني حامضي، تمام. ايزينوفيليك اللي هي المركبات الحامضيه. يبقى عرفنا الهيماتوكسين والايوسين. اتمنى المقارنه تكون بسيطه ونكون فهمناها، لانها مهمه جدا جدا جدا. طيب فانا لما اجي اتكلم بقى عن ال ام والاي ام، نرجع تاني للايه؟ للموضوع بتاعنا اللي هو الايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو الاورجانيلز. قلنا ان انا بتكلم عن الديفينيشن، بتكلم عن السايت، بتكلم عن ال ام، بتكلم عن الاي ام، تمام. ال ام قلنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الخليه دي هتتصبغ بصبغه اسمها ايه؟ كلمه صبغه يعني ستين. هيتصبغ صبغه من ايه؟ والصبغه دي هتدي لون ايه؟ يعني هتدي احمر، ازرق، بيزوفيليك، اسيدوفيليك، وهكذا، تمام. طيب وهيبقى شكل الخليه عامل ازاي؟ وايه ام بوصف شكل الخليه برضو بالميكروسكوب. واخر حاجه معايا الفانكشن، وظيفه فانكشن. العضي ده او الاورجانيز ده وظيفته ايه؟ تمام؟ اذا لما اجي اتكلم عن اي حاجه، لما اجي اتكلم عنهم لازم اغطي الحاجات دي. او ادي الديفينيشن، او ان اتفقنا اول حاجه هنتكلم عنها ايه؟ هي ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ هي ممبرينس اورجانيز، يعني معنى ذلك انها بتحتوي على انزيمات. طب الانزيمات دي فايدتها ايه؟ والله الانزيمات دي فايدتها الميتوكوندريا دي مسؤوله عن انتاج الطاقه في الخليه والتنفس الخلوي، ايروبيك ريسبيريشن التنفس الهوائي، وانرجي برودكشن انتاج الطاقه اللي كانت بتطلع الاي تي بي، تمام. طيب في عمليه الفسفره التاكسديه او دوره كريبس اللي احنا كنا بناخدها في ايه؟ في احياء ثانوي، تمام. اذا الميتوكوندريا دي عباره عن ايه؟ ممبرنس اورجانيل. في انزيمات، الانزيمات دي عباره عن مهمه لايه او بتعمل ايه؟ بتعمل ايروبيك ريسبيريشن وانرجي برودكشن، بتعمل تنفس هوائي او تنفس خلوي، وتعمل انتاج للطاقه. وبقول عليها باور هاوس اوف ذا سيل، بيت الطاقه في الخليه، لان هي دي اللي بتدي الطاقه للخليه عشان تقوم بوظائفها الكتير. طيب السايت، المكان، قال لك والله بتبقى موجوده في السيتوبلازم، في الاماكن اللي محتاج فيها طاقه، زي مثلا الليفر، الكبد، العضلات، العضلات والكبد دول شغالين دايما فمحتاجين طاقه، فاذا الميتوكوندريا دي هتلاقوها موجوده هناك بكثره. طيب اللايت مايكروسكوب، يعني الميكروسكوب الضوئي اللي هو ال ام، قال لك والله ال ام معناه ان انا هصبغه باتش ان دي اللي هي الهيماتوكسيلين اند يوسين، او قال لك هيماتوكسين انديوسين. قال لك لما اجي اصبغها بالهيماتوكسين انديوسين هتبقى لونها ايه؟ هتبقى لونها اسيدوفيليك. معنى ذلك انها خدت الصبغه مين؟ خدت الصبغه الايوسين. معنى ذلك ان الميتوكوندريا دي كانت مركب ايه؟ حامض ولا قاعدي؟ الميتوكوندريا مركب بتصبغ باللون الاسيدوفيليك. طب ايه اللي بتصبغ بالاسيدوفيليك؟ الحمض، الحمض ولا القاعده؟ القاعده، لان الصبغه دي حامضيه فتصبغ القاعده وتخليها اسيدوفيليك. اذا الصبغه خلت الميتوكوندريا اسيدوفيليك، يعني لونها احمر، حتى عملها لك باللون الاحمر اهو، تمام. طيب انا قلت لك ان الاتش ان دي دي اشهر صبغه، بس لا مانع ان احنا نخترع صبغات ثانيه. قال لك مثلا عندي صبغه اسمها ايرن اتش ستين، ايرن اتش ستين، اتش دي مع اختصار لكلمه هيماتوكسينين ده، ايرن هيماتوكسين ستين، يعني صبغه حديد، هيماتوكسينين حديد، تمام. قال لك والله صبغه الايرن اتش ستين دي هتدي لون ايه؟ هتدي لون دارك بلو، لون ازرق غامق، يعني كحلي كده. طيب ادي كده عرفنا اسم الصبغه ولون الصبغه. طب شكل الصبغه، شكل الخليه او الاورجانيزم هيبقى عامل ازاي؟ قال لك والله بتبقى رود اور جرانيول. كلمه رود يعني عصيان او جذوع كده، تمام، وجرانيول يعني حبيبات. يبقى رود عصيان او جذوع، وجرانيولز حبيبات،
حبوب كده، تمام. طيب اذا اللايت ميكروسكوب بتاع الميتوكوندريا اول حاجه اسيدوفيليك بالهيماتوكسيدين انديوسين الليتلان دي. طيب ممكن يديني روت اور جرانيول عصيان وحبوب بصبغه اسمها ايرن نيتل ستين بيديني لون دارك بلو، وفي صبغه ثانيه اسمها جونس جرين ستين. جونس جرين ستين لونها ايه؟ لونها اخضر، من اسمها جونس جرين ستين لونها اخضر. جونس جرين ستين لونها اخضر. طيب كده قلنا الديفينيشن وقلنا السايت وقلنا اللايت مايكروسكوب. بعد كده ندخل على الالكترون مايكروسكوب اللي هو بقول عليها الاي ام اللي بيعتمد فيها على الميكروسكوب الالكتروني. قال لك والله الميكروسكوب الالكتروني ده احنا قلنا ان هو بيكبر لحد مليون مره، فقوه هيبين تفاصيل، قوه التكبير هتبين تفاصيل. فلما اجي اشوف الميتوكوندريا دي هلاقيها عباره عن ايه؟ والله هلاقيها عباره عن راوند اور اوفل، بيضاويه او مدوره. راوند مدور واوفل اللي هو ايه؟ بيضاوي كده. ممبرينس فيزيكال، ممبرينس يعني فيها غشاء. كلمه فيزيكال دي يعني حويصله، يعني عامله كانها كيس كده، في كيس كده او في شنطه، يعني متحاطه بغشاء زي الايه؟ زي الكيسه كده او الشنطه. يبقى راوند اور اوفال ممبرينس فيزيكال. طيب محاطه بكام غشاء؟ قال لك ويز تو ممبرينس، تو ممبرين محاطه بغشاءين، يبقى غشاء وغشاء، محاطه بغشاء كده وغشاء تاني كده. طيب وفي في النص بينهم انتر ممبرينس سبيس، في النص مسافه كده بينهم اهو، المسافه دي بين الغشاءين وبعض كأن انا عندي مغلفها بغلافين حطيتها في علبتين، فبالتالي في علبه خارجيه وعلبه داخليه، او غلاف داخلي وغلاف خارجي، وفي النص بينهم مسافه. طيب الغلاف الخارجي اللي هو الاوتر ميمبرين بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن سموث ناعم بيرميابل نفاذ. نفاذ يعني ايه؟ في ثقوب كده، يبقى عامل كده، تمام. طيب والثقوب دي اسمها بورين، بورين دي اللي هي ثقوب، تمام. البورين دي عباره عن بروتينات، فتحات كده، بوابات من البروتين، بوابات من البروتين اهي. يبقى الغشاء الخارجي ناعم ومنفذ، وفي بروتينات اسمها بورين اللي هي الايه؟ اللي هي الثقوب او الاخرام اللي موجوده دي. طيب الانر ممبرين قال لك والله اللي هو الداخلي بقى ليس بيرميابل، يعني غير منفذ او نفاذيته اقل، وبقى فيه بروجكت لايك فولد بقول عليها كريستال. يعني قال لك والله هو بيبقى فيه ادي الغشاء اهوت عادي خالص اهو، وبيقول لك ايه؟ في بروجكت لايك فولد، بروجكت دي يعني زوائد، بروجكت لايك فولد يعني زوائد عامله زي الرفرف كده او الاصابع طالعه كده. زوائد كده طالعه من ايه؟ من الجدار الداخلي، وهوريك ليها صوره اهي. شايف؟ ادي الجدار الخارجي اهوت اللي هو من بره، وادي الجدار الداخلي اللي هو اللي ماشي جوه ده، تمام، اللي طالع منه الايه؟ الحاجات دي، والمسافه البيضاء دي هي الايه؟ هي السبيس اللي بينهم، يبقى ده الخارجي وده الداخلي. طيب شايف الداخلي عامل ازاي؟ داخل كده وطالع، داخل وطالع، داخل وطالع، داخل وطالع. الحاجات اللي هو داخلها وطالعها دي بقول عليها بروجكت لايك فولد، عامله زي الرفرف كده، زوائد عامله زي الرفرف، تمام. اهو هنا ادي اللايت مايكروسكوب اهو، بيبقى لونه ابيض واسود، تمام. دي طبعا صوره احنا راسمينها بايدينا، لكن الصوره الصح هي دي اللي فوق دي، اللي هي الابيض والاسود، اللي هي صوره الميكروسكوب. شايف؟ ادي فيه ادي غشاء، والميكروسكوب الالكترون ميكروسكوب ده برضو عشان نكون ايه؟ نبقى قلنا كل حاجه فيه. عندي منه احتمالين، طبعا هي الكترونات بتعتمد على الكترونات، لو الخليه او الجزء ده خد الكترونات بقول يعني معنى ذلك ان هو بقى لونه غامق، لونه غامق زي ده مثلا كده، بقول عليه الكترون، الكترون يعني الكترون دنس، دنس دي يعني غامق. طب لو فاتح بقول عليه الكترون ليسنت، ليسنت دي يعني فاتح، يبقى عندي دنس وليسن، دنس وليسن. يعني مثلا الابيض ده اسمه ايه؟ اسمه ليسن. طيب الاسمر الغامق ده بقول عليها دنس، تمام. شايف بقى بتبقى عامله ازاي؟ عامله زي الرفرفه، رفرف الدولاب، رف الدولاب، رف الدولاب، رف الدولاب، طالعه منين؟ من الانر ميمبرين، تمام. يبقى اذا الانر ميمبرين بيبقى فيه حاجه اسمها بروجكت لايك فولد بقول عليها كريستاي، كريستاي، كريستاي. ركز في الكلمه جدا، الكلمه دي اهم كلمه لازم تقولها لي في الالكترون مايكروسكوب، بدونها مش هديك الدرجه، يعني لو انت ما كتبتليش كريستاي مش هديك الدرجه، تمام. اذا كريستاي، الكريستاي دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بروجكت لايك فولد، زوائد عامله زي الايه؟ زي الرفرف كده. طيب الزوائد او الكريستاي دي وظيفتها ايه؟ اسمها كريستاي.
وظيفتها انها تزود مساحه السطح. طبعا احنا بنقول ان الميتوكوندريا دي بيتم فيها تفاعلات، فهي بتزود مساحه السطح اللي عشان طبعا مساحه السطح بزياده مساحه السطح بتزود ايه التفاعل. فبالتالي زير نمبر ديبند اون انرجي نيد، عددهم معتمد على احتياج الطاقه. يعني لو خليه محتاجه طاقه كبير اكيد الكريستاي بتاعتها تبقى كتير. طب لو ميتوكوندريا بتنتج طاقه قليله يبقى معنى ذلك ان الكريستاي بتاعتها هتبقى قليله، اذا عددها بيختلف على حسب الطاقه. لو احتاجت طاقه كتير هتبقى ايه الكريستاي دي كتير. وهي فايدتها ايه؟ تبقى فايدتها انها بتزود مساحه سطح الامتصاص او مساحه سطح التفاعل. كريستاي موجوده في الانر ممبرين. طيب بيقول لك كمان ان هو بيبقى فيه زرار جلوبولر ستراكشر. جلوبولر ستراكشر دي يعني تركيب محببه كده، حبوب كده. بيقول على اليمنتري بارتكل. اليمنتري بارتكل دي معناه كلمه اليمنتري دي يعني ابتدائي او بدائي، اليمنت وبارتكل يعني جسيم، جسيمات بدائيه. جسيمات بدائيه دي يعني حاجات ايه بسيطه كده. بتقول لك انها كونكت تو انر ممبرين باي سلندريكال ستاك تو ميك بروتين كومبلكس ويز الاي تي بي سينثيز. يعني بيقول لك والله انها بتمسك فين؟ بتمسك في الانر ممبرين، في البروتين في الغشاء الداخلي بواسطه سلندريكال ستاك. كلمه ستاك اللي هو ايه؟ عصيان. وسلندريكال يعني اسطوانيه، يعني بتمسك في عصيان اسطوانيه كده، تبقى كده في الانر ممبرين. يعني لو جينا هنا هتلاقيها طالعه كده تمام. ادي العصايه السلندريك ستاك وادي الاليمنتري بارتكلز او الجلوبولر ستراكشر، بتبقى بالظبط عامله كده. يعني لو جيت ارسمها ادي الميتوكوندريا، هنرسمها بقى كامله. ده الايه؟ ده الاوتر ممبرين بيرميابل وسموث. طيب الانر ممبرين، الانر ممبرين بيبقى ليس بيرميابل وفيه فولد، في فولد. الفولد دي اسمها ايه؟ اسمها كريستاي. وعادتها بيختلف على حسب نشاط الخليه وبتعتمد على ايه؟ بتعتمد فايدتها ايه؟ بتزود مساحه السطح. قال لك بيجي بقى كده من الانر ممبرين ده يطلع اسطوانه كده ويمسك فيها ايه؟ من فوق دايره كده. دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها الاليمنتري بارتكلز او الجلوبولر ستراكشر تمام اهو. وهكذا تبدا ايه الاليمنتري بارتكلز دي تبدا تطلع. طيب قال لك وظيفتها ايه؟ قال لك والله دي بتمسك في البروتين، البروتين بيمسك فيها وتكون البروتين بيمسك فيها مع الاي تي بي سينثيز. كلمه اي تي بي اللي هو الاي تي بي عمله الطاقه. كلمه سينثيز ده معناها مصنع تمام، جايه من كلمه سينثيز يصنع، يبقى اي تي بي سينثيز ده انزيم اللي بيصنع الاي تي بي. اذا هو بيفورم، فورم دي يعني يكون الاي تي بي ان اوكسيديتيف فوسفوريليشن، بيكون الاي تي بي في عمليه الفسفره التاكسيديه. اوكسيديتيف فوسفوريليشن معناها في عمليه الفسفره التاكسيديه اللي بتنتج طاقه. اذا الميتوكوندريا هي المسؤوله عن انتاج الطاقه ولا لا؟ مسؤوله عن انتاج الطاقه من خلال عمليه الفسفره التاكسيديه عن طريق انها فيها حاجه اسمها جلوبولار ستراكشر او اليمنتري بارتكلز ماسكه في الانر ممبرين بتاعها، بتكون بترتبط مع الاي تي بي سينثيز اللي بيصنع الاي تي بي وتبدا تطلع الطاقه بتاعتي تمام. وادي ايه الشكل بتاعها اهوت، ما فيش منه مشكله. طبعا الصور دي اللي بنشوفها بالميكروسكوب. بعد كده عندي حاجه اسمها الميتوكوندريا ماتريكس. كلمه ماتريكس دي معناها الارضيه او الحشوه، الحشو بتاع الميتوكوندريا دي. الارضيه بتاعت الميتوكوندريا دي موجود فيها ايه؟ الفراغ اللي موجود ده هيبقى موجود فيه ايه؟ قال لك والله يبقى موجود فيه اوكسيداتيف انزيم، الانزيمات بتاعت عمليه الفسفره التاكسيديه زي مثلا الاي تي بي سينثيز ده انزيم اهوت. قال لك كمان بيبقى فيها الدي ان اي والار ان اي، جزيئات من الدي ان اي والار ان اي. فبالتالي الميتوكوندريا دي تقدر تنقسم مع نفسها. ما هو هي مش محتاجه حاجه، هو دلوقتي عشان انقسم محتاج ايه؟ محتاج اي تي، محتاج ار ان اي ودي ان اي اللي هي الماده الوراثيه. طب انا عندي، يبقى انا مش محتاج حاجه من حد، عندي اكتفاء ذاتي انقسم براحتي تمام. اذا الميتوكوندريا بتنقسم بسبب بدون الاعتماد على اي حد نتيجه وجود الدي ان اي والار ان اي. قال لك كمان بيبقى فيه الكترون دنس جرانيول. الكترون دنس قلنا معناها غامق، وجرانيول يعني حبوب تمام. الحبوب دي اللي هي الغامقه دي بتبقى فيها ايه اللي في الماتريكس دي؟ هي فين اصلا الحبوب دي اللي احنا قلنا عليها دي؟ شايف حبوب غامقه كده في الايه؟ في الماتريكس اهو. قال لك دي عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن كالسيوم، مخزنه كالسيوم، ريتش ان كالسيوم، غنيه بالكالسيوم، عنصر الكالسيوم. طيب اشمعنى الكالسيوم؟ احنا قلنا ان الميتوكوندريا دي بيتم فيها تفاعلات الفوسفات التاكسيديه.
فبالتالي الكالسيوم ده بيشتغل ككاتاليست عامل حفاز، وريجوليتور عامل منظم للتفاعلات، هو اللي بينظم التفاعلات هو اللي بيحفز التفاعلات عشان تتم بسرعه. اذا الماتريكس بيبقى فيها اوكسيديتيف انزيم علشان الانزيمات بتاعه الفوسفورات الاكسيديه، فيها دي نيو ار ان عشان تنقسم، فيها جرانيول، فيها كالسيوم عشان يشتغل كعامل حفاز كاتاليست وريجوليتور. طيب الوظيفه او الفانكشن بتاعتي، قال لك والله وظيفتها احنا قلنا انها بيت الطاقه، هي اللي بتنتج الطاقه، مسؤول عن الايروبيك ريسبيريشن اند انرجي برودكشن. اهو يبقى السيل ريسبيريشن التنفس الخلوي علشان يعمل جيت انرجي باي كريبس سايكل، الخليه تعمل تنفس خلوي عشان تطلع طاقه من خلال دوره كريبس، وبتطلع طبعا اي تي بي وحراره، اي تي بي اللي هي جزيئات الطاقه او عامه الطاقه، والهيت اللي هي الحراره. اذا وظيفه الميتوكوندريا ايه؟ وظيفتها انتاج الطاقه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشن، اتكلمنا عن السايت، اتكلمنا عن ال ام، وقلنا انها اسيدوفيليك، والصبغه الثانيه اللي هي الايرن اتش ستين بتبقى دارك بلو، بتبقى روت اورجانيول، والجرين بيل جونسون جرين ستين، بالاي ام كانت تو ممبرين، الانر الاوتر ممبرين كان اسمه سوبرميبل، الانر ممبرين ليس برميبل وفي كريستاي، والكريستاي دي ماسك فيها حاجه اسمها الاليمنتري بارتكلز او الجلوبيال جرانيولز، دي بتبقى ماسكه بسلندريكال ستاك. وعندي بعد كده الماتريكس فيه اوكسيديتيف انزيم، وفي دي نيو ار نيو، وفي كالسيوم، والفانكشن بتاعتي سير ريسبيريشن. تمام كده احنا خلصنا محاضرة النهارده، يا رب نكون استفدنا، وبالتوفيق يا شباب، ولو حد احتاج اي حاجه في اي وقت يبعت لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.